مثل ما شفنا فوائد الزنجبيل خصصناها شوي زينب، ولكن هلا بفقرتها رح نحكي بالتفصيل عن الزنجبيل واعشاب اخرى، يعني بما انه قرب فصل الشتاء وهو طقس بحد ذاته انه نحن نقعد ونحط زهورات يمكن بالسهره المساء او حتى الصبح، بتعطينا نوع من الدفى، وهي بتحسيها زينب انه هي طقس لازم تكون موجوده بالشتويه بشكل خاص. اكيد، وفي عالم صاروا يستخدموها بشكل يومي، يعني خاصه مع مثل ما قلنا كورونا هلا، فيكثروا من يمكن الاعشاب. شو اكثر نوع اعشاب بتحبي؟ بحب الزعتر البري كثير، بحب الزنجبيل والقرفه كثير، والمليسه مثل ما اكيد المليسه كثير طيبه، ورح نحكي عن هي النباتات بالتفصيل مع الدكتور شادي الخطيب اللي رح يعرفنا طبعا على اهميه هي النباتات وحتى اهميتها وكيف نقدر نستخدمها مع هي الجائحه، جائحه كورونا. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. يعني عم نحكي كنا تحت الهواء عن انه شو النباتات اللي ممكن انه نزرعها بالصيف ونستخدمها بفصل الشتاء، خلينا هيك نعددها. يعني حقيقة نحن اليوم في تنوع كتير كبير من النباتات المتوفرة، وخاصة النباتات السورية عم بحكي أنا، بالإضافة للنباتات المستوردة اللي ممكن نحن تكون يعني داعم لنا بفصل الشتاء، وخاصة بأنه نحن اليوم بالشتاء بنبحث عن مشروبات ساخنة، فخليها تكون هالمشروبات مشروبات مفيدة، سواء فيها زيوت عطرية مثل ما تفضلتي الزعتر بأنواعه البري، وفي عنا ما يسمى بالزوبع اللي منتشر كتير بالقرى الساحل، في عنا بالإضافة النعنع، سواء كمان النعنع البري أو النعنع الفلفلي أو غيره من أنواع النعنع المتوفرة ممكن استخدامها، الأنواع المليسة، الميرامية، إكليل الجبل. هي النباتات نباتات عطرية، الحقيقة هي النباتات العطرية مهمة جدا لفصل الشتاء، لأنه الزيت العطري أو ما نسميه بالفولاتيل أويل أو هذا المركب اللي هو يمثل المادة الفعالة التي تقتل الجراثيم وتساعد في الوقاية من الانتانات الفيروسية، مشان مثل ما تفضلتي اليوم يعني توقع الإصابة بالإنفلونزا، يعني نحن اليوم مقبلين على فصل في عنا مسألة الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، فراح تختلف علينا الاعراض مع الكوفيد 19 او الكورونا فيروس. صحيح. اللي نحن اليوم بنعرف انه نحن في يعني في مجموعه اعراض متشابهه مع الانفلونزا الموسميه، فلذلك نحن ممكن نشوفها بكره عند اطفالنا، نشوفها بالبيت، نشوفها عند الناس الكبار، بدنا ننتبه، لذلك استخدام هالمركبات من باب الوقايه موضوع مهم جدا. فلذلك بنقول كل شيء نبات عطري يحتوي على زيوت عطريه، في العطرة، في كتير مركبات نحن موجودة بين إيدينا فينا نستخدمها، لازم تحفظ بطريقة نحافظ فيها على الزيت العطري، التجفيف تبعها بيكون بالظل وليس تحت أشعة الشمس، بنجففها بالظل بعدين بيتم حفظها بأكياس يعني مسحوبة الهواء، بنسحب منها الهواء ويتم حفظ هذا يعني النبات، يفضل ما ينحفظ بدرجات حرارة منخفضة ولا يعني حفظه بالمطبخ بدون بدون تعرض بدون وجود حراره، لا حراره شمس ولا حتى بالبراد تماما، لانه نحن عم نحفظهم لحتى نقدر نستخدمهم، وهي هن محافظين على الزيت العطري. ويفضل ما يتم الطحن، اذا ما نطحن عم نحكي عن بذور مثلا مثل اليانسون، الكمون، هاي المركبات اللي هي كمان فيها زيوت عطريه، الكزبره، انه يتم طحنها وقت الاستخدام، يعني نحن ما نطحن ونخزن مطحون لانه راح يفقد الزيت العطري اللي موجود فيه وبالتالي ما راح نستفيد منه. خلينا نحن نفكر اليوم ب يعني بشكل منظم، شو كيف فيني انا استفيد بالشتاء من النباتات المتوفره سواء المستورده او المحليه. اولا بما يتعلق بموضوع الفم وجوف الفم، كثير مهم نعرف انه القرفه والقرنفل، يعني عود قرفه واحد مع كبشه قرنفل مع كميه كثير قليله من الشاي الاخضر، كانه عم نساوي شاي اخضر بالقرفه والقرنفل، يوميا اذا بنعمل مضمضه فمويه منهم ما بيصير في عندنا حاله التهاب فموي ولا مشاكل العلاقه باللثه او اي شيء له علاقه بجوف الفم، وهذا مهم وبيعطي رائحه طريه للفم، وبالتالي نحن فينا نستخدمه يوميا. نحن يتم ممكن ينشرب، يعني ما في عندنا مشكله، ممكن نحضر كبايه شاي اخضر مع القرفه والقرنفل، نمضمض فيها بشوي وبعدين نستخدم ما نشربها، ما في مشكله، يفضل تحضر وتستخدم فورا لانه اذا حافظت ما راح يضل الزيت العطري موجود. الامر الثاني، اذا كان عندنا نحن احساس بانه في عندنا مشكله التهابيه، ففينا نضيف لهي المجموعه عرق السوس. عرق السوس فيه ماده اسمها الجليسيريزين،
هي المادة بتساعد بشكل كتير كبير بأنه تخفف من حالات الإنتان والالتهاب اللي ممكن تكون موجودة بجوف الفم. ممكن نفسهم هدول نتمضمض فيهم ونغرغر فيهم. إذا في عنا مشكلة البعض بيصحى الصبحيات بيحس أنه صوته رايح، ما أنه عم بيقدر يحكي، في عنده مشكلة ناتجة عن برد، عن مشروب بارد شربه بالليل أو تعرض لتيار هواء بارد، فهي الوصفة كتير مهمة بهذا الاتجاه. إذا رحنا باتجاه أنه نحن عم بيكون في عنا حالة سعال وخاصة المدخنين والسعال الصباحي، فنحن دائما لازم نحن يكون بين ايدينا صباحا ناخذ، اذا السعال كان ما معه بلغم، ما في قشع يعني غير منتج، جاف بنسميه سعال الجاف، لازم نستخدم شيء مطري. من المهم اللي بساعدنا بهذا الاتجاه هنن الختميه، نبات الخبازه، بالاضافه للكركديه، هي فيها مواد لعابيه بتساعدنا بشكل كثير مهم لتخفف من حاله يعني عاده بيصير في عندنا جفاف شديد جدا وبتخفف من هذا الجفاف. في حالات متقدمه اذا السعال كثير مزعج ومستمر وما عم بيروح، شقائق النعمان، شقائق النعمان تعتبر مهدئه للسعال ومهمه جدا ونبات موجود، يعني اذا واحد خزن منه شوي بالبيت ليستخدمه في حالات السعال الجاف بيكون له تاثير كثير مهم. اما ما يتعلق بانه نحن اذا مرات بيكون في عنا مشكلة أكبر شوي بالحنجرة، ففينا نستخدم نحن نضيف عليها زيت السمسم. زيت السمسم الحقيقة مهم جدا، بيساعدنا نخفف من حالة الإصابة، ممكن مع سواء مع المربى أو مع العسل أو مع يعني ممكن نحن نستخدمه مع زيوت تانية مثل زيت الزيتون، فبيعطينا مهم نتائج مهمة جدا. لما بيكون في عنا سعال منتج، يعني في عندي أنا قشع وبالتالي بدي اخذ شيء يساعدني على التخلص من هذا القشع، نحن هون عم نحكي عن اهم نبات هو الحقيقه الزعتر البري، وممكن نحن نضيف له النعنع، ممكن يكون في عندنا نحن البابونج، ناس بتحط له بس قبل ما هي عسل، العسل عم بيتحول لسكر بس ينحط بالمي السخنه. لا لا بالعكس، العسل نحن لما بناخذه بشكل محلول بيكون تاثيره مهم جدا، لانه مرات كميته اكبر، بين ما ناخذ نحن ملعقه صغيره بين ما نحل الملعقه الصغيره مثلا ب 100 ملي مي، فنحن عم ناخذ كميه اكبر. لا، اذا العسل نظامي ما في عندنا مشكله بهذا الاتجاه نهائيا، بالعكس بيعطينا نتائج مهمه. ويفضل اذا قدرنا اذا في عندنا حاله انتان معند على العلاج انه نضيف العكبر، عكبر او البروبوليس عكبر النحل، بيساعدني حتى هو بيزيد من المقاومه. وبالمناسبه هون نقطه كثير مهمه، اذا كان الانتان مستمر لفترات طويله وحسينا في عندنا مشكله، لا ننسى انه اليوم بالسعال بيفيدنا البصل كثير، بيفيدنا بانه نحن ناخذ مغلي البصل، بيساعدنا بشكل مهم كمركبات كبريتيه بتساعد حتى على قتل الجراثيم. وممكن استخدام الثوم كمان له نتيجه مهمه جدا اذا في عندي انتانات سواء صدريه او هضميه. مثل ما كثير من الاشخاص يمكن دكتور لما بيكون عندهم حاله التهاب او انتان مثل ما تفضلت وحكيت، فهن بيمسكوا الثومه بيبلعوها مثل ما هي على اساس انه يمكن هي بتجيب نتائج اكثر، هذا الشيء صح او غلط؟ هلا بيكون الاستفاده منها على مستوى الجهاز التنفسي والجهاز والقسم العلوي من الجهاز التنفسي بيكون اقل، لانه نحن زيت العطري ما استفدنا منه، بس لما بيكون بيتم عمليه انه تقسيمها او البعض بيسقبها بكذا، لانه نحن نحصل على الزيت العطري قبل الاستخدام بالفم او بيصير عمليه مضغه، فهم نحصل على فائده من خلال القسم العلوي، اما اذا فتت مثل ما هي فرح يتم الاستفاده منها لانتانات الجهاز الهضمي، واذا في عندي مشاكل بوليه ممكن تساعدني، باعتبار هذا النوع من المركبات الكبريتية له دور مضاد للجراثيم ومثبت بالدراسات، والحقيقه مهم جدا مو بس هون، مهم جدا بعده امراض، يعني احنا اليوم تخفيض الشحوم، تاثيرات المضاده للروماتيزم والتهاب المفاصل، كله هذا مرتبط باستخدام الثوم، ومهم حتى الاشخاص اللي عندهم مشاكل الورمية أو سرطانات، فبيساعد في دراسات أنه بيساعد بدعم العلاج بشكل كبير جدا. ننتقل للمرحلة اللي بعدها اللي هي إذا في عندي إصابات احتقان، زكام، مشاكل العلاقة بالتنفس، فنحن هون عندنا استنشاق الأوكاليبتوس، أوكاليبتوس أو كينا الشام المنتشر، نحن بنغلي المي تماما وبنخلي يعني حمام مائي بنسميه، في عندي مي عم ترتفع درجة حرارتها وفوقها نحن في صحن محطوطه بقلبه كميه مي، وهذا زمان السوريين كانوا يحطوها على الصوب مبخره يعني تماما مثل هي كينا يعني حتى يلطفوا جو البيت، هي تلطيف الجو والتخلص من الجراثيم والفيروسات بيتم عن طريق الزيت العطري اللي موجود، استنشاقه بيساعدني مشان موضوع زكام واحتقان الانف. وما ننسى نحن اليوم انه في حالات كثيره نحن ممكن بحاجه لعمليه ترطيب بماء وملح او بسيرومات موجوده للانف ممكن استخدامها، نحن اليوم في عندنا امكانيه كمان بحاله الاصابه
الاصابه بالزكام انه نستخدم شيء فيه فيتامين سي. فنحن عم نحكي هون عن كثير من النباتات اللي ممكن تستخدم من هون، من ضمنها قشور البرتقال وقشور الحمضيات مهمه كثير، ممكن الليمون الهندي كمان نحن يكون ضمن الخطه، الكركديه مهمه، اكليل الجبل هي للزكام والرشح. وبننتبه على شيء انه نحن ما بنغلي الاعشاب، بنغلي المي بعدين بنسقط الاعشاب وبنغطيهم وبنحافظ على كميه هذا. طبعا هو ما ننسى الزنجبيل اللي نحكى عنه بالتقرير، الزنجبيل له دور مهم جدا. ليش؟ لانه هو من المركبات اللي فيه مواد مضاده للجراثيم ومضاده للفيروسات، ممكن الاستفاده منها نحن باشكال متعدده، بس بعض الاحيان اشكال الحفظ بتكون مانا سليمه وبالتالي ما بنحفظ المركبات العطريه نتيجه حفظها مثلا بشكل نسحق. اذا اخذنا زنجبيل مطحون ومحفوظ من فتره طويله فلم يعد فيه مواد عطريه، صارت فائدته اقل بالاستخدام، واذا حفظناه بالبراد ذات الشيء كمان بيصير في عندي مشكله فقد لبعض المواد. لازم نحفظه بشكل مغلق، ودائما بنقول في الظل وبدون التعرض للحراره او البروده، يعني تكون شروط الحفظ بحراره الغرفه العاديه بالفتره اللي نستخدمه فيها، بدون ما يكون حتى يكون مغلق. ويفضل العبوه يكون نحفظ فيها الاعشاب تكون عنبريه او لونها غامق لحتى تحفظها حتى من التاثر بالضوء، لانه في بعض المركبات تتخرب بالضوء، وهيك بيتم حفظ النباتات. ويفضل ينسحب الهواء، بعض المطربانات بيكون فيهم عمليه سحب هواء اثناء الاغلاق والفتح، هي كمان بتساعد على حفظ يعني المركب لفترات اطول. تمام. كمان خلينا نحكي، يمكن مثل ما قلت الزنجبيل هو مادة كتير مهمة، كتير ناس بتقول لا الزنجبيل الأخضر أحسن من الزنجبيل المطحون، علما بأنه غالي الثمن، يعني الزنجبيل الأخضر دائما غالي بتعرف، يعني تمام يعتبر كنز. هلا الحقيقة هو يعني نفس الفائدة، هن من ناحية المبدأ اليوم المواد الفعالة موجودة، ممكن عم يتم خسارة بعض المركبات أثناء عملية الطحن، هي مركبات عطرية طبعا رح يكون فائدة أعلى بالنسبة للأخضر منه للمجفف واليابس. بس كمان طريقة حفظ الأخضر مو صحة، طريقة حفظ الأخضر نحن استخدامه فوري بده يكون فوري. يعني نحن ما فينا نضل نستخدمه. هلا في بعض الشركات عالميا عملته بشكل شرايح، حفظته بعيد عن التأثيرات، صار فيك تفتحيها أيمتى ما بدك تحفظيها. نحن اليوم مشهورين بسوريا بالمونة، فلذلك عندهم طرق لحفظ المركبات صحيح. والمواد يعني مهمة كثير، هي تجفيفها دائما بالظل مثل ما قلنا، بعيدا عن اشعه الشمس، بعيدا عن الحراره المرتفعه. ننبه على شيء هون تحت الهواء، كنا عم نحكي بانه استخدام الزنجبيل البعض بيستخدمه باغراض تنحيف مثلا، لازم ننبه انه التوقيت للاستخدام كثير مهم. اذا اخذناه قبل الطعام فهو فاتح شهيه، اذا اخذناه بعد الطعام فهو بيساعدني على حرق الشحوم وبالتالي بيساعد الاشخاص. تمام. قبل الاكل تزع كل قبل الاكل صار فاتح شهيه، يعني مقبلات صار، نحن بيساعد على انه نحن الحقيقه يعني يصير شخص عنده شهيه اكبر للطعام، وبالتالي لازم نستخدمه بعد الطعام اذا الهدف كان منه هو موضوع حرق شحوم وتنحيف. نرجع بنقول نحن الاعراض رح تمرق اعراض الانفلونزا الموسميه، لحتى نقدر نتغلب عليها لازم دائما نحن نعتمد خطتنا استخدام المركبات اللي فيها مواد رافعه المناعه، داعمه المناعه، فيها مركبات مضاده للفيروسات والجراثيم، فيتامينات ومعادن طبيعيه بتساعدنا نحن على انه الجسم يقدر يتغلب على هاي المشكله اللي رح نمرق فيها اجباري، لحتى نحن ما نفوت بمتاهه يتحول ويصير في عندنا عرضه لاصابه بكوفيد 19. وخاصه نحن اليوم لازم ننتبه، تحذيرات منظمه الصحه العالميه بتقول بانه نحن مقبلين على بيك للاصابات، كمان ارتفاع بعدد معدل الاصابات بالعالم بكوفيد 19، فما بدنا يعني نتخلى عن حذرنا، وخاصه نحن قدرنا نتعامل بشكل كثير ايجابي خلال الفتره الماضيه مع هاي الجائحه العالميه، لازم نكفي بالاهتمام والوعي واستخدام الاعشاب ذات المواد العطريه اللي دعمها اكيد البسر. وكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها وكل النصائح عن انواع معينه من الاعشاب اكيد بتمنى الكل يقدر يستفيد منها، ونحن انا وزينب كمان شكرا لك كثير دكتور، وبنشوفك بحلقات. يعطيكم العافيه. شكرا لك.